بالعاصمة المؤقتة عدن حفل تكريم بمناسبة يوم اليتيم، التفاصيل في التقرير الآتي. برعاية الأستاذ عوض مشبح وكيل وزارة الإدارة المحلية والأستاذ ناصر الجعدني مدير مديرية خور مكسر، أقيم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن حفل بيوم اليتيم العالمي، والذي تنظمه مؤسسة أمل لرعاية الأيتام والفقراء عضو ائتلاف أبناء عدن للإغاثة والتنمية تحت إطار مشروع لمسة حنان. هذا الحفل بمناسبة اليوم العالمي لليتيم الذي تقيمه مؤسسة أمل لرعاية الأيتام والفقراء، وبدعم مباشر من أخي الوكيل عوض مشبح وكيل وزارة الإدارة المحلية، وأيضا مدير عام مديرية خور مكسر. وفي الحقيقة نحن نهتم بهذه الشريحة بل بشكل دائم، وليس فقط باحتفالات سنوية، ولكن هو واجب وطني وإنساني وأخلاقي من قبل السلطة المحلية في العاصمة عدن تجاه هذه الشريحة أبناؤنا الأيتام والفقراء. الهدف من الحفل مشاركة أطفال وأسر أبناء عدن فرحتهم وسعادتهم ونعطيهم دافع لصنع مستقبل أفضل لهم ولهذا الوطن الغالي. بمناسبة يوم اليتيم العالمي، والذي نقول فيه أنه يجب علينا جميعا أن تتضافر الجهود من مؤسسات حكومية ورسمية وسلطات محلية ومنظمات مجتمع مدني ورجال المال والأعمال والقطاع الخاص لدعم هذه الشريحة الهامة التي أوصانا الله سبحانه وتعالى وفي محكم آياته وقال: فأما اليتيم فلا تقهر. الهدف هو الاحتفال بيوم العالمي لليتيم الذي يحتفل فيه طبعا العالم بأسره، وكان يوم الخميس 5/4 برضو احتفلنا باليتيم بس الأيتام ما لحق، واليوم إن شاء الله السبت 7/4 لأيتام عدن، وطبعا الهدف منه هو إسعاد الطفل هذا. وفي الحفل الذي تخلل فقرات غنائية ورقصة شعبية معبرة في هذه المناسبة بيوم العالمي لليتيم الذي نال رضا واستحسان الحاضرين، وفي ختام الحفل تم توزيع شهادة تقديرية على المشاركين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحفل من قبل الأستاذ عوض مشبح وكيل وزارة الإدارة المحلية والأستاذ محمد ناصر الشادلي وكيل محافظة عدن والأستاذ أمل مصلي رئيسة مؤسسة أمل. نصر عبد الجليل، قناة عدن الفضائية، من العاصمة المؤقتة عدن.